Real Academy of Art. هذه الأكاديمية المميزة أسسها فنان عراقي قدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واستطاع أن يحقق هدفه بعد عامين فقط من مجيئه إلى هنا. تعالوا معي لنتعرف على رحلة الفنان علي غسان وعلى ما يميز هذه الأكاديمية. تخرجت من أكاديمية فنون جميلة بابل ودرست الماجستير بها، وبعدين صرت تدريسي جامعة بابل، بعدين انتقلت إلى جامعة الكوفة. هو صراحة هو أصل الفنان بشكل عام إنه ماكو إلا مكان بخريطة السياسيين وخريطة البلد وخريطة حتى المجتمع بشكل عام. انتقلت إلى أنه فعلاً أروح أتعلم الحرفة للفنانين العالميين، لأنه هذا اللي السبب اللي أنا دخلت على كلية الفنون، وأدى طموح عالي أنه أدى أنتج أعمال مثل ما هم ينتجوها. أول ما طلعت لبنان، بعدين ظلت أتردد، رجعت سوريا، بعدين الأردن، بعدين مصر، بعدين رجعت لبنان، وبعدين رحت دول متعددة، وقلت حتى أوصل لأوروبا يحتاج لأنه أنتج خلينا نقول فن وأجمع فلوس، وأنا مو أقدر أروح واحد بعدها للدراسة بالدول الغربية. بإيطاليا كانت شركة مال ديكورات، فاحتاجوا فنانين. الأجر كان هو عبارة عن أجر زيد جدا، بس بنفس الوقت أنا اعتبرت أنها تجربة وحبيتها، وصار عندي فرصة أن ألتقي بفنانين وأروح لمحترفات فنانين تعلم من عندهم الأسرار مالتهم. هذا شيء عملي. بعدين رجعت على لبنان. من لبنان حصلت على منحة خلال مركز الثقافة الروسي، تستخدم الأستاذ اللي تدرس وياه، تدخل بالمحترف مالته، وهم هدفهم إجدام عندهم شيء يسوون، يجذبون العرب للثقافة الروسية. وبعدها رجعت على لبنان، أسست الأكاديمية نفس الريال أكاديمي أوف آرت. هي مو رياليزم، هي RA معناتها رينيسانس، A لايف، رينيسانس ألايف، مجرد إحياء الفكرة اللي كانت موجودة في زمن عصر النهضة، المحترفات الأتيلية اللي كانت في زمن عصر النهضة. من أدهم كانت البذرة الأولى لتأسيس كلية الفنون بالعالم، كان عبارة عن أتيلية من أستاذ اعتبروه ماستر، يعني أستاذ فن حي، وهذا الأستاذ يدرس الطلاب الحرفة ويكون عنده مستويات من الطلاب، وأحد المستويات الطلاب كل مستوى يدرس مستوى ثاني. طبعاً الأكاديمية أسستها أنا وبعد مجموعة وياي كانوا طلاب عندي، الطلاب اللي درسوا بيها، الطلاب اللي تعلموا واللي تعلمته. بسبب إنه الفن هو مرتبط بالاقتصاد، وأمريكا تروحين كل ركن تلقين جاليري وكل ركن تلقين متحف. المجتمع مالتهم مجتمع حتى لو هم يعتبرون نفسهم أنهم مو أثرياء، بس هم قياساً بالمجتمعات الثانية حتى المجتمعات الأوروبية هم أفضل من عندهم أي شيء، فأنه قادرين على أنه يشتروا اللوحة. عملية شراء اللوحة هي تدعم الوسط الفني. صارت مسابقة الفنانين المينيا بولس، فحصلت على جائزة من خلالها، حصلت على سؤال سكيل وركر، opportunity for سكيل وركر. بالبداية أول ما طبيت شفت القاعات الموجودة عندهم ديزاين مع القاعات مذهل، فقلت للفنانين شلون راح نعمل يعرضون. بعدين حضرت أول معرض شفت أعمال بائسة جدا، سواء كانت على ميدان الواقع أو الحداثة أو كذا. رحت لأكثر مكان، أنا متعلم بيه لغة. بعدين بالبداية صار عندي إحباط ترجع لبنان، بعدين استعاديت هذا الشيء، ظلت أنا أدرس ويا نفسي، يعني أنا ظلت أجمع كتب وأشوف أشياء تعلمني الأساسيات حتى أقدر أتواصل ويا الناس، وبعدين دخلت للغة من مجال الفن. رحت لوحدة من المؤسسات تدريس الفنون قلت لهم أدرس ببلاش، وافقوا عليه بعد ما جربوا فني، بس هم ما يعرفوا إن أنا ما كنت أحكي لغة، بس كل الكلام اللي بدي اقول لهم انا احاول احفظ كانه ريبورت.
انتقلت لأكثر من عمل بالبداية بالمدينة اللي كنت بيها. مستعد أشتغل أي شيء. الفكرة اللي كانت عندي إنه هارد أشتغل، أنا مود أجمع فلوس، أنا مود أقدر أجر مكان، أنا مود أشتري معدات. يعني فترة من فترات اشتغلت بمصنع، اشتغلت بثريف ستور، اشتغلت وياهم مرة، بس لين طالت تقريبا 3 أشهر 4 أشهر. كنت مخطط خلاص إنه راح أروح نيويورك ولا كاليفورنيا. بالطريقة اكتشفت دنفر اللي هي عبارة عن مصغر نيويورك، اقتصادها قوي ومجتمعها مختلف عن المجتمع اللي كنت بيه بالمدينة الثانية اللي كنت بيها. أول شغل اشتغلت هنا أنا هو لقيت شغل ويا أمازون. بالبداية اشتغلت وياهم أنا بالورهاوس مالتهم، بعدين شوي انتقلت وياهم ويا أمازون. اعتازوا إنه واحد يسوي ديليفري، ف بالقدر جابني يم هاي الأكاديمية. هي هاي أفضل مؤسسة، يعني أشهر مؤسسة موجودة بولاية كولورادو، يعني كل الشخصيات يحلمون يشتغلون وياهم، يدرسون بها، كانوا أسماء مهمة، تعرفت على كل ذول الأسماء المهمة. وساعدني إنه مثلاً من أروح أقدم على أي شيء جامعة أو أي شيء، من أقول لهم أنا أدرس بأرت ستوديو ليج، يعرفون إنه هاي المؤسسة شنو أثرها بالمكان اللي أنت بي. أخذ اكتسبت خبرة كلش هواي وقاعدة جماهيرية. شفتهم أغلبهم يشرحون الفن بطريقة تثقيفية، مو طريقة صناعة فنان. فأنا سويته بطريقة ميثولوجية، بمعنى إنه أسهل لك الفن بأنه الخطوة الأولى هيج، الخطوة الثانية هيج، الخطوة الثالثة هيج، وأسرار بسيطة. لو في طالب على إيده إنه لا تكمش الفرشة بهذه الطريقة، هذا كمشيته هيج يطلع لك هيج، تمزج اللون هذا اللون، تمزجه هي هذا اللون، والطلاب يسجلون ملاحظات، وبس تخلص الدرس مالتي أدزلهم الملاحظات للإيميل مالتهم. صار عندي شغل بارت تايم والأمازون والأرت ستوديو ليج بارت تايم. فالآن ويا أصدقائي اللي صاروا أمريكان قلت لهم أنا عندي أبدأ أسس أكاديمية، قالوا لي مشروع هذا ضخم ما تقدر تأسسه. فرحت أطلع أنه شلون دني يسووهم، فرحت لهم ديبو هنا مشهور عندهم، فرحت اشتريت المعدات كلها ما كلفني $200، اللي صار انا $10,000 ما كلفني $200. طبعا شنو هو مو بمزاجي، انا اروح ادرس، عندي كتاب اسمه محترفات الفنانين العالم، يحكون تفاصيل كامله عنهم الفنانين القدماء. اخذت شهر فيكيشن، هو من اجل ان تنطلق به الاستوديو مالتي، اخذ من عندي تقريبا اسبوعين. بأرت ستوديو ليج معظم الطلاب اللي صارت عندي علاقة بيهم انه كانوا هم يطلبون من عندي انه افتح استوديو ادرس به خاص، لانه هناك مرتبطين بالمنهج مالتهم بالوقت مالتهم بالطريقة مالتهم. قد يكونون بعض الاحيان ينتظرون موسمين ثلاثة على مود يسجلون بالدرس مالتي. بلشت بفتحة الاكاديمية بعشر طلاب، صار عندنا تقريبا ما يقارب 50 طالب، بعدين صار عندنا هيئة إدارية. هي مجرد كأنه أتيليه مثل في عصر النهضة، وهاي هنا يسمونها تريد سكول، احنا مسجليها المدرسة سجلناها تريد سكول، وسوينا كونكشن ويا بعض الأكاديميات، خلينا نقول كليات الفنون هنا أو الجامعات، عندنا بعض الطلاب عندنا يدرسون الدروس العملية ياخذوها هنا، والدروس النظرية يروحون لجامعة كولورادو يدرسون بيها. في عندنا منهج، هذا المنهج اللي رفعناه للمؤسسة على مود يقيموك. نحن حصلنا على شهادة من جهتين، يعني من جهة التدريس. من الناحية الثانية انه احنا حصلنا على شهادة اسمها بالارت رينول سنتر، هاي لك المنظمة، هي منظمة احياء التراث الفني، اللي هي تدعم المتاحف والاشياء التراثية المتعلقة بالفن. هاي المنظمة تعطيك شهادة احتراف بأنك أنت واحدة من الأكاديميات اللي مصنفة من قبلهم، هي الأولى من نوعها بولاية كولورادو. التدريس من نوع هذا النوع يسمى الأكاديميك آرت، اللي هو إذا تدرس مثل ما خبرتك إن أما تروح تسافرين بإيطاليا، معظم الفنانين راح تسافرون بإيطاليا، وبعدين هسه فتحوا بنيويورك وكاليفورنيا، أكو في بعض الأماكن ودراستهم كلش غالية وما يسمحون بالطريقة اللي إحنا ندرس بيها. إحنا مسوين very flexible السكيتشول مالتهم. واللي سويته أنا شنو،
خلاصة المنهج الروسي ويا المنهج الإيطالي، دمجته بعد طلعته بمنهج معاصر ويخدم الفنان المعاصر. شيء عندنا 4 مراحل، يبلش الطالب من الرسم، يتعلم من خلال مرحلة الرسم كل صورة من flat surface. أنا مود الشخص يتعلم على كل قواعد اللغة البصرية، بعدين ننتقل من هذا الشيء لللايف. اللايف نشتغل تماثيل، بعدين بالتماثيل نشتغل أيضا تماثيل بشكل معقد بها تشريح. نبدأ ندرس المرحلة الثالثة، التشريح، علم التشريح وتفاصيله وشلون تطبقيه بالفن، وشو الأشياء اللي يصيحوا لها anatomical landmark اللي هي تأثر على التشريح، مو مثل اللي ندرسه عندنا بالعالم العربي، احنا ندرس تشريح بس ما نعرف شلون نطبقه. وبعدين وراء المرحلة التماثيل نبدأ نشتغل من اللايف، ننطلق بالستيل لايف، انا مود يتعلم الطالب شلون يعمل يطلع التكستشر، بعدين نروح لللايف مودل. عندنا كورسات مكثفه وعندنا كورسات غير مكثفه. بالضبط التدريس عندنا كانه دراسه الماجستير سابقا، يعني مثلا في اكو واحد يقدر ياخذ الماجستير بسنه، واكو واحد يقدر ياخذها بسنتين، واكو واحد مثلا يقدر يطولها ب4 سنوات حسب جدولك. بالنسبة للأشخاص اللي يشتغلون، هاي واحدة من الأشياء اللي احنا سبب الناس حبوها هنا، انه ما جبرنا الطالب انه يجي يسجل فول تايم، انه انت تجي بالوقتك انت، الوقت اللي تقدر انت عندك بيه فراغ، سواء كان بالويك اند، سواء قبل ما تنتهي العمل مالتك، مفتوحة الأكاديمية عندنا، فتجي تاخذ دروس بيها. اتعمدت انه ادرس السعر بحيث اسوي بطريقه انه اي شخص قادر انه يسجل بهذه الاكاديميه من المجتمع الامريكي، لانه مشكله الاكاديميات الثانيه هي مؤسسات غاليه جدا جدا جدا، لانه كل اللي اسسوها يفكرون بانه لازم يصيرون مليارديريه من خلال هذا الموضوع. فاحنا وفرنا هذا الشيء، انه ما قدرت تروح تدرس بايطاليا، موجوده المعلومه عندك، وبنفس الوقت الاجور مالتك مو ضخمه. منح دراسيه للطلاب، مثلا عندنا طلاب اثبتوا وجودهم انهم جيدين بس هم ما قادرين يدفعون، عندنا فقره المنح. الفقره اللي انا اضيفها طبعا هي مو من شروطنا، بس بما انه انا صارت عندي علاقات قويه باصحاب الجاليريات واصحاب الاشخاص الجامعين الاعمال، بمساعده الطلاب اللي يدرسون هنا بالمرحله الاولى ساعدهم بهي طريقه، من ناحيه انه احاول اطور فكرهم على مدى يكونون فنانين ناجحين، من ناحيه مو بس التقنيه، يعني مو بس يكون فنان ناجح بالعمل مالته، من ناحيه الماديه كيف يطلع فلوس من خلال العمل مالته، انه اعلمه وين يروح وشلون يطرح نفسه للساحه الفنيه بطريقه احترافيه، بحيث انه ما يكون عمله انه مبتذل. بعض الطلاب هم ما يتخرجون من المنهج مالتنا، بس يخلص مراحل يقدر قادر ان ينتج لوحه، ابدي اقحمه بساحه العمل الفني التجاري من اجل انه يقدر يكون قادر انه يدعم نفسه، انه مو بس يظل معتمد على انه يروح يشتغل شغل مجهد وهو ما يطلع فلوس من خلال الفن، فيبقى الفن عباره عن آلة عليه. من طلابنا المتخرجين انه في عندنا نيه عمل فتح فروع ثانيه، بس بالنسبه للولايات الثانيه نحتاج انه قد يكون طلاب يجون من ولايات ثانية، إنه في عندنا طلاب يجوا من ولاية بعض الولايات، بس لحد الآن ما متخرجوا، وإذا تخرجوا كان عندهم فكرة إنه يشتغلون على هذا الأساس، أكيد إحنا عندنا رغبة إنه تنتشر بالولايات الثانية أو بمدن ثانية تابعة لولاية كولن، لأن إحنا حاليا بالعاصمة بولاية دنفر اللي هي عاصمة تقريبا ليبرالية منفتحة، نتأمل إنه تغطي كل كولورادو. والله الاهداف الجايه طموحاتي ما تتوقف، عندي هواي اشياء اتمنى بالمستقبل انه هاي تتطور تصير عباره عن جامعه فنون. جامعه مال فنون انها تحتمل كل الاختصاصات، لانه اختصاص المعماري اللي عندنا بالعالم العربي يدرس الا واحد يطلع معدل عالي، اللي هو ما له علاقه بالمعدل العالي، له علاقه بانك تتعلم الحرفه، تحتاج انك خبره نظريه كرياضيات ومشاكل، بس 90% بالمعماري يشتغل على الفن، والدليل مايكل انجلو ودافنشي ورافائيل كلهم كانوا عندهم تصميمات معماريه، انه ينطلق من خلال الفن.
اللي احنا دا نسويه الطريقة اللي ندرس بيها هو مشابه لفن عصر النهضة، انه يقدر يستفيد من الهندسة المعماري، لانه نعلمهم كيف تبدأ تصمم. نتمنى افتح جامعة ضامنة كل الاختصاصات، سواء كان اللي انا عندي رؤية بكيف تدرس الناحية الفنان المعاصر، كيف تدرس الرسم، كيف تدرس الالوان. نسوي تحديث او نجيب فنانين مشاهير يسوون ورش عمل هنا، طلابنا يتعرفون عليهم من اسماء اللامعه بالوسط الامريكي. فهذا اللي يعني اطمح له انه بالمستقبل انه نكون عباره عن جامعه فنون.